يا رب ما يشوفني، يا رب ما يشوفني. وقف عندك، شافني. ازيك يا عم احمد؟ ايه اللي في يدك ده يا باشا مهندس؟ لا لا انت فاهمني غلط، دي طلبات قديمه كانت في العربيه، قلت اطلعها معايا وانا طالع. كذاب، انا خدت بالي من الشنطه زين، الطلبات دي جديده. جرها ابو عمو، انا قصرت معاك في ايه انت ولا اهل العماره؟ ديليفري موجود 24 ساعه وفاتح، اديكم صابع العشره شمع يا ابو عمو. اعمل ايه تاني عشان ما تشتروش من بره؟ جرها ابو عمو، ما انت السبب في كل ده يا ابو عمو. ده انا بدخل عندك نص المحل فاضي والنص التاني مطرب وحالته بالبلد، وحاجات كتير ما بلاهاش عندك وبلاها بره، الحاجات اللي عندك بلاها بره بسعر ارخص. جرايه واحنا كفار، انت اشتريتنا؟ عندك مشكله يا ابو عمو تهاجي وتقول لي وانا اجيب لك حقك، ولو ما جبتش يبقى الحق عليا، انما جو الغدر وتقلب اهل عمار عليا ده اللي مش هسمح بيه ابدا. عندك حق، انا اسف. وطي هات طلباتك ورجعها تاني. حاضر. وحسك عينك يا ابو عمو الموقف ده يتكرر تاني، واني ليه كلام معاك انت واهل العماره.